بس ماشي، ليه يعني مش دي عارفه رسالة المعبد يعني الطقس اللي بيحصل، ايه زي الرسالة؟ مثلا ايه، يجي مثلا رئيس الجمهورية هو داخل جوه في قصر الاتحادية بيحتفل بان هو رئيس الجمهورية والناس راح تسلم عليه والوزارة بتحلف اليمين والكلام ده كله، الشعب بره بيحتفل برضه، خلاص نفس القصة المعبد بيحتفل علاقة باليوم ده الاحتفال بالشمس علشان انت كلك على بعضك شمس حياتك كده. 24 ساعة، طقس، ديانة، زراعة، ايوه هو تكوين، ده اللي انا عايزه اساله نثر بالظبط. بذور، فيضانات، ترويد نهر النيل، كل ده كل ده علاقة بالشمس. كل ده شمس، بعث، مقابر، الاشياء اللي انت حطيتيها جوه المقبره، نصوص الظهور في النهار اللي هم خطا بيسموها كتاب الموتى، كل ده شمس، انت حضاره شمسيه. اعتمادنا كله على الشمس وثقافتنا في حتى الشمس هذا الفلاح العظيم طبعا. لما بعد كده كمان وعمل التقويم المصري القديم عملها لك لها دعوه برضه بالرياح والشمس والتقويم، لما قال لك كياك وامشير وزعابيب امشير وطلع الامثله الجميله ديت، واخده صحيح. بالك؟ واخيرا علشان ننهي الموضوع دوت، في جمله رمسيس الثاني قالها في حكايه الحروب، والمصري القديم عامه كان بيجنح لده، لان انت عارفه ان جوه عند رمسيس الثاني في تاريخه وفي معابد الكرنك في نص كامل لمعاهده السلام بعد قادش، يعني بعد ما هزمت الاعداء في قادش ووريتكم قد ايه انا قوي في ابو زنبل وايه وايه، انا بقى لما جم قالوا لي نعمل معاهده سلام فوافقت. ايوه مين اللي طلب السلام؟ هم. فالمصري القديم عنده جمله لذيذه بيقول لك ايه، ننهي بيها، السلام لمن يريد السلام والحرب لمن يريد الحرب. صح كده. استاذ بسام انت نورتني النهارده، بمرتك بسعد دايما بلقائك وبشكرك على وجودك معانا النهارده، وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، والى اللقاء.